الأطلس المتوسط، وكر المقاومين الصناديد، ومهد الكرماء الأجاويد. مرتفعات تكلل رؤوسها تيجان بيضاء نقية، ووديان تنساب مياهها رقراقة متلألئة سخية. قنطرة بين الشمال والجنوب، مبانيه البالية تلم عن تاريخ مجيد، ومآثره العتيقة تبوح بماض تليد. قلع منيعة أتى عليها التهاون والإغفال، وحصون بديعة تظافر عليها الجهل والإهمال. فهل نستطيع ترميم الأسوار وإصلاح الديار؟ هل نستطيع استعادة الرونق وتوقيف الدمار؟ أيشع نور العلم يوماً وتنبعث روح الزوايا والمدارس العتيقة؟ أم سيلازمنا الحمق وتبقى الجهالة بنا لصيقة؟ فتغور مياه الآبار وتنضب الأنهار، ويجف ما كان على ممر السلاطين من جنان وحقول وبساتين. على ربوة بالسفح الجنوبي الغربي للأطلس المتوسط، بمنطقة الدلاء الجبلية المشرفة على سهول تادلة، اختار المرجاطيون الصنهاجيون منذ أزيد من 450 سنة تأسيس زاوية امتد نفوذها حتى شمال المغرب، الزاوية الدلائية. مدرسة دينية لم تعد سوى ذكرى عالقة بالأذهان، ورباط لم يبق منه اليوم إلا اسم يصارع النسيان، وأطلال عفى عنها الزمان. نحن نتواجد الآن بما بقي من أطلال الزاوية الدلائية، وهي أطلال تتواجد بمنطقة معمر. ومنطقة معمر هي منطقة تابعة إداريا لمنطقة أيت إسحاق، تبعد عن قرية أيت إسحاق بحوالي 8 حتى 10 كيلومترات. بهذا المكان بالذات أقيمت الزاوية الدلائية على يد مؤسسها أبي بكر الدلائي. بعدما بنى الشيخ أبو بكر بن محمد بن سعيد الدلائي زاويته بأمر من الشيخ أبي عمر القسطلي المراكشي سنة 1566 للميلاد، عمل على تعميرها وإكسار البنيان من حولها حتى صارت حاضرة كبيرة شهيرة يقصدها الطلبة والعلماء من كل حدب وصوب. لما ضاقت رحاب الزاوية بالوافدين بنى بها مسجداً، وحفر عدة آبار، وقام بتطوير نظام الري لسقي حقول المريدين وقطعانهم، وتسخيرها لإطعام ساكنة الزاوية من علماء وطلبة وعامة الناس. موازاة مع أدوارها السياسية، قامت الزاوية الدلائية بدور روحي وثقافي كبير،
فبعد وفاة أحمد المنصور الذهبي وقيام الصراع بين أبنائه حول الحكم، عمت الفوضى أرجاء البلاد وشاع السلب والنهب، وتعطلت الدروس في فاس ومراكش وكثير من الحواضر، فصارت الدلاء المنطقة الآمنة الوحيدة التي يقصدها العلماء وطلبة العلم والمعرفة. الزاوية الدلائية يكفي عنها ما قيل فيها من مناقب وما حلت به كذلك من أوصاف، فقد قيل لولا ثلاث لضاع العلم في المغرب، وذكرت الزاوية الدلائية من هؤلاء الثلاث. قيل لولا ثلاث لضاع العلم في المغرب: الزاوية الدلائية والزاوية الناصرية والزاوية الفاسية. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحسن والجمال والبهجة والكمال. اتبعت الزاوية الدلائية مذهب الإمام مالك في تعليم وتلقين الآراء الفقهية، معتمدة على أساتذة أكفاء ومريدين متضلعين في العلوم الشرعية، وعلى خزانة كبيرة ضمت العديد من أمهات الكتب وخيرتها. إنه ما جعلها تشكل منهجاً دينياً خاصاً طبع الهوية والثقافة المغربية. كانت هذه الزاوية في الحقيقة تستوعب يعني أفواجاً كثيرة من الطلبة، وقد ذكر الباحثون الذين وقفوا عند تاريخ هذه الزاوية أن عدد الطلبة كان يفوق يعني 3000 طالب إلى 4000 طالب، على اعتبار أن عدد يعني الغرف التي كان يقطنها الطلبة كانت تصل إلى حوالي 1400 يعني غرفة، وبكل غرفة طالبان أو أكثر، وهذا يؤكد على أن العدد كان كبيرا جدا. والزمزم والمقام والمشعل الحرام واجتناب الآثام وتربية الأيتام وحشوة تلاوة القرآن. لأنه عندما نقرأ الدرس العقدي الدلائي في ذلك الوقت نجد أنهم كانوا يركزون، أقصد الدلائيين، أنهم كانوا يركزون في برامجهم التعليمية على الدرس العقدي الأشعري، ولم يسمحوا لأي وافد غريب يروم التشويش على أبنائنا وتلامذتنا، لم يسمحوا لهم بأن يروجوا مقولاتهم المتهافتة ولا أفكارهم الخاطئة، وإنما ربوا الطلبة وربوا أيضا التلامذة على العلم الصحيح، العلم الذي يستمد قوته من المرجعية العقدية الأشعرية، كما هو الشأن أيضا بالنسبة للدرس الفقهي. نجد أنهم لم يسمحوا لأي اختيار آخر بأن يزاحم وأن يشوش على أبنائنا وبناتنا من طلبة العلوم الشرعية، وإنما وجهوهم توجيها صحيحا وأراهم البوصلة الحقيقية التي تحملهم على أن يصيبوا الصواب في كبده، ويتعلق الأمر بالمذهب المالكي، المذهب الذي هو معروف بمرونته وبجمعه بين الأصيل والجديد إلى غير ذلك مما هو معروف عند العلماء في هذا الشأن. كانت هذه الزاوية من أهم الزوايا التي طبعت تاريخ التعليم بالمغرب، فلم تكن عبارة عن مكان للعبادة والتصوف فحسب، بل كانت جامعة تدرس بها مدارك كثيرة من تاريخ ومنطق ورياضيات وفلك، إضافة إلى الآداب والعلوم الشرعية. وقد ذكر عن طلبتها وعلمائها تقدمهم عن أمثالهم من الأمصار الأخرى علما ومعرفة، وإنهم حين يقابلون أناسا لهم منزلة علمية كبرى ببلدانهم يجدون أنفسهم متفوقين عليهم، وهو ما حدث مع العالم الجزائري أحمد المقري التلمساني حين زيارته للزاوية. فهذا المقري، وما أدرك ما المقري، صاحب نفح الطيب وصاحب المؤلفات الماتعة، عندما حضر إلى الزاوية هنا وقد كان شمسا في بلاده، وقد كان متفوقا، وقد كان أيضا صاحب فكر وثقافة، لكن لما جاء إلى هنا يعني كان عبارة عن كوكب ضمن الكواكب الأخرى، على اعتبار أن الشموس التي وجدت بهذه المنطقة قد حجبت نور هذه الكواكب. كان يقول عنه أبو بكر الدلائي، وهو من هو، كان يقول عن المقري إنه حافظ غير ثقة، بمعنى أن هذا الرجل المقري بالرغم من مكانته السامقة وبالرغم من فضله الكبير، لكنه لما حضر إلى هذا المكان، إلى هذه الزاوية، كان بالرغم من مكانته كما قلت كان رجلا عاديا، ولم يستطع أن يظفر بالكرسي، كرسي التدريس والإقراء، كما كان عليه من ذي قبل. والقارئ لتراث الزاوية الدلائية يجد أن هنالك قصائد شعرية جدا عند علمائها، كما هو الشأن بالنسبة لأبي علي اليوسي
هذا الرجل الذي تخرج من هذه الزاوية وقضى فيها حوالي 20 سنة، فمكانة الشيخ أبي علي اليوسي رحمه الله الذي قيل في حقه من فاته الحسن البصري أصحابه فليصحاب الحسن اليوسي يكفيه، هذا الرجل إنما أخذ جزءا من تكوينه وثقافته من هؤلاء، من هؤلاء الرجال الذين رضعوه ثدية أو رضعوه لبن الإخلاص والصدق والاجتهاد، فكان حقا يعني سفيرا ناجحا بالنسبة لهذه الزاوية، سواء عندما حل بالزاوية الناصرية أو عندما حل بمناطق أخرى كان دائما وفيا لهذه الزاوية في فكرها وفي مشربها العلمي وفي موسوعيتها الثقافية. بانحلال دولة السعديين وقيام أمراء الزوايا بمختلف جهات المغرب بمحاولة الاستحواذ على السلطة، وبعدما آل لابن أبي بكر محمد الحاج أمر الزاوية الدلائية وضاق المكان لكثرة الوافدين عليه، بنى في السهل المجاور لمنطقة الدلاء سنة 1638 مدينة سميت بمدينة محمد الحاج أو الزاوية الدلائية الحديثة التي قامت على أنقاضها زاوية أيت إسحاق الحالية. أسس زاوية أخرى وأسس إمارة سياسية بمنطقة أيت إسحاق، كان السفراء يأتون إلى أيت إسحاق وكان يرسل السفراء إلى دول أخرى كفرنسا وهولندا إلى غدك، فكانت هذه الأطماع كبيرة. كانوا في المغرب 4 العائلات تتنافس على الحكم، منهم الدلائيين في وسط المغرب، الخضرغيلان في الشمال، الدوس ملال في سوس، والعلويين في تافيلالت. كانت المواجهة الأولى بين السملاليين والعلويين وانتصر العلويين، المواجهة الثانية ما بين الدلائيين والخضرغيلان انتصر الدلائيين، بقات لنا في الساحة جوج العائلات اللي هما الدلائيين والعلويين، اللي كانت المعركة سنة 1668 بمكان معروف باسم بطن الرمان، وانتصر فيه مولاي رشيد العلوي على الدلائيين. كان بذلك تخريب للزاوية وانتصار لمولاي شريف العلوي، وبذلك تهدمت هذه الزاوية بعد أن كانت بنايات وكانت محجا للكثير من الناس يأتون إليها من كل حدب وصوب. عرفت الزاوية الدلائية انتشارا واسعا حيث امتد نفوذها من وادي أم الربيع حتى تطوان شمال المغرب، وكان عبد الله بن محمد الحاج حفيد أبي بكر إبان إمرته على مدينتي الرباط وسلا ينوب عن والده في قيادة العدوتين والتنسيق مع ممثلي الدول الأوروبية التي كانت تتردد أساطيلها الحربية والتجارية على مرسى المدينتين، إلى أن اندلعت ثورة الأخضر غيلان شمال المغرب، تلتها معركة بطن الرمان بقيادة السلطان الرشيد بن الشريف العلوي الذي هزم أثناءها الدلائيين وخرب زاويتهم بجزئيها القديم والحديث، وهجر سكانها إلى فاس وتلمسان سنة 1669 ليكون ذلك نهاية هذه الزاوية. ولهذا هذه يعني ما ترونه الآن من بقايا ليست إلا نزرا قليلا فقط، هي نزر قليل جدا بالمقارنة مع ما كانت تعرفه الزاوية من نشاط ثقافي وديني واجتماعي إلى غير ذلك من الأمور التي كانت توضح بأنها كانت في مرحلة الازدهار منذ بداية القرن الحادي عشر إلى نهاية القرن الحادي عشر الهجري، يعني تقريبا 1970 للهجرية تم تخريب الزاوية عن آخرها وتم ترحيل أبنائها وتلامذتها وأساتذتها إلى مدينة فاس، وتم ترحيل كل شيء حتى الكتب التي كانت بالآلاف وبعشرات الآلاف في هذا المكان بالذات، كانت مكتبة كبيرة جدا فيها الآلاف من الكتب والمراجع في شتى العلوم تم ترحيلها إلى فاس. إنه لمن المؤسف أن تعرف المنطقة تمدنا لم يبق منه سوى أطلال تتلاشى يوما بعد يوم حتى تندثر وتزول نهائيا. من العار أن نتخلى عن تاريخنا ونهمل مآثرنا وندع ذكرانا يطويها النسيان، فمن لا يعرف شيئا عن ماضيه لا ولن يعرف شيئا عن مستقبله وحاضره. والشيء الذي نجده في الحقيقة فرقا بين سوس وبين هذه المنطقة، علماء سوس إلى اليوم يعرفون عن ماضيهم ويعرفون عن علمائهم، والفضل
بعد الله تعالى يرجعوا إلى المختار السوسي الذي قيد حياة هؤلاء وترجم لهم في كنانيش، بينما هذه المنطقة لم يتعرض لها أهلها وقومها بالدراسة والبحث في ثنايا هذه الزاوية الدلائية. وفي الحقيقة لما نرى هذه الأطلال القليلة ونقرأ عن التاريخ الكبير والتاريخ الجميل للزاوية الدلائية، فإننا نأسف أشد الأسف على عدم الاهتمام بهذه المنطقة وعدم التوعية بأهمية هذه المنطقة وما عرفت هذه المنطقة من نشاط ثقافي ومن نشاط ديني كان له الأثر في أن يبقى لهذا البلد إن شاء الله تعالى ثقافته ودينه وتراثه وثوابته. لقد كان أو كانت الزاوية الدلائية من الأقطاب التي حفظت للمملكة المغربية ثوابتها الدينية والثقافية، فلا يمكن أن ننسى الزاوية الدلائية وننسى فضلها رغم ما كان لها في آخر أيامها من مطامع سياسية لا ينبغي أن يؤثر علينا ذلك في أن نرى بوجه آخر لهذا المكان الذي يعتبر منبعا للعلم ومنبعا للثقافة ومنبعا للإشعاع الديني عندما كانت الزاوية الدلائية في أبهى حللها وفي أيامها. في الحقيقة الإنسان في هذه اللحظة التي يوجد فيها في هذا المكان الذي هو مكان تليد، مكان له من تاريخ ما له، لا يملك إلا أن يشعر بنوع من الأسى والحزن على ما آلت إليه هذه الزاوية، لأنها كانت زاوية علمية بامتياز، زاوية صوفية بامتياز، زاوية خادمة للأمة بامتياز. ولذلك نقول في حالها كما قال قائل: تلك آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار. فهذه آثارها باذية للعيان الآن، وكأنها تنادينا وتستغيث بنا، وينبغي لنا أن نستجيب لندائها، ذلك من خلال انكباب على التعريف بها وخدمة مؤلفاتها ومصنفيها. وأعتقد على أن بهذا البرنامج وبغيره من الأنشطة الإعلامية حولها من ندوات ومحاضرات وأيام دراسية حول هذه الزاوية يمكن أن نؤدي شيئا من الواجب الذي هو على أبناء هذه المنطقة. إننا وبوقوفنا على هذه الأطلال لا نجد بدا من أن نأسف على ما آلت إليه المنطقة ومآثرها من انحطاط ودمار، ولا يسعنا إلا أن نتحسر على ما عرفته خلال ماضيها من أنشطة صانت هويتها وثوابتها الدينية والثقافية وحفظت خصائصها وصفاتها الجوهرية. لأنها تربط المدن الشمالية الكبيرة بمدينة مراكش، شكلت منطقة خنيفرة محط اهتمام جل سلاطين المغرب على مر العصور. خلال القرن السابع عشر شيد بها المولى إسماعيل جسوراً وقصوراً لا تزال قائمة إلى يومنا هذا، ووزع بها قرابة 3000 جندي من عبيد البخاري، ذلك الجيش والحرس السوداني الشهير المسؤول عن مواجهة غزوات القبائل الأمازيغية. اليوم ها هي إحدى هذه القناطر لا تزال قائمة تربط بين الضفتين اليمنى واليسرى لنهر أم الربيع. قنطرة نسب بناؤها للأسرى البرتغاليين المحكومين بالأشغال الشاقة الذين كان المولى إسماعيل يشغلهم في بناء الجسور. استطاعت هذه القنطرة مقاومة الطقس والزمن حتى دمرت فيضانات 2008 جزءا كبيرا منها لتستعيد اليوم أنفاسها بعد إعادة بنائها.
بسبب تمردها على السلطة المركزية استقرت قبائل المنطقة بالجبل لتتمكن من مراقبة الأزغار بأوديته المعشوشبة وسهوله ومراعيه الرحبة الواسعة. هذه القبائل المعتادة على الرعي وضعت لنفسها هدف الاستيلاء على الأزغار وجعلته تكملة للجبل لتنظيم تنقلاتها وانتجاعها. سنة 1727 ساعدت وفاة المولى إسماعيل على تحقيق ذلك الهدف، حيث تضعضعت سلطة المخزن ولم يستطع خلفاؤه فرض سلطتهم. على عكس نظام القيادة الذي يعين فيه القائد من طرف الحكومة المركزية، يرتكز نظام إمغارن على اختيار الجماعة لأمغار من بين نبلاء القبيلة. هذا النظام الذي تحكمه الأعراف والتقاليد مكن من توحيد القبائل المجاورة وشكل قوة كبيرة لا يستهان بها. هذه القبائل البعد السياسي كانت تابعة للأغرام الدلائيين أولا، ثم من بعد الدلائيين أغرام إمهواش، وكان أمهاوش هو الذي كان يقوم على تسيير أمور هذه القبائل، وهي قبائل كثيرة وكانت تشكل دائما معارضة للحكم المخزني. هاد إغرام اللي هما حنا في التاريخ المغربي هناك ما يسمى بالتصوف الشعبي. التصوف الشعبي النقيض ديالو هي الوهابية اللي كانت جات من المشرق العربي، وكانت جات رسالة في عهد السلطان مولاي سليمان وتمت تلاوتها في الأسواق وفي المدن بأنه تحرم زيارة الأضرحة والأولياء، وهذا يتنافى مع المعطيات المحلية، لأنه أغرام بالنسبة للمنطقة هو سيدي بوكرام هاوش كانت يسميه أقليد، نظرا لأنه استطاع أن يوحد مجموعة من القبائل كانت تتناحر فيما بينها فيما قبل، هو استطاع أنه يوحدها. بيير غالونغ كيف الفرنساوية بوفي فيرمونتي بلوس دو كافاليي كو لو سلطان، كان له عدد من الفرسان أكبر من المخزن، وبالتالي التجأ المخزن بعد أي سلطان جاء يضطر أنه ينظم حركات ويجي، وهذا مكلف كثير للسلطه المخزنيه. اضطروا او ارتأوا الى حل، وهو انه اختاروا بعض العائلات في كل منطقه، وكانت هنا في خنيفرة عائله ام حزون، وكان في القصيبه محاو سعيد العائله ديال محاو سعيد الويراوي عيت ويرا، ربما نفكر في عديو به الى نشوي الجنوب. يعني هذا كحل لاستتباب الاستقرار السياسي في المنطقة. نهاية القرن التاسع عشر ابتدأت قصة القائد الشهير محاو حمو الزياني، وقصبته المنتصبة ها هنا لا تزال تمثل شعار إشعاعه ذلك الوقت. لكن ما كتب عنها وعن ظروف وتاريخ بنائها قليل جداً. بالنسبة لبعض المؤرخين، شيدت قصبة محاو حمو الزياني من طرف السلطان المرابطي ابن تاشفين، ورممها من بعده السلطان العلوي مولاي إسماعيل سنة 1688 في إطار سياسة تقوية طرق القوافل التجارية لذلك العهد. كانت المنطقة خاضعة لتأثير أيت عافي المنضوين تحت لواء القبيلة الزيانية الفرعية أيت بوحدو. على بعد نحو 8 كيلومترات عن مدينة خنيفرة تنتصب قلعة البرج، ممر إجباري للقوافل التجارية المتجهة نحو تادلا ومكناس وللرعاة المحليين المتنقلين ما بين الجبل والأزغار. هؤلاء المسافرون يضطرون لدفع رسوم إجبارية للمرشدين مقابل إرشادهم وحمايتهم. كانت هذه التجارة مصدر ثروة عائلة أيت عافي التي كانت تسيطر على الممر. أوائل القرن التاسع عشر أبعدت عائلة أيت عافي عن القلعة من طرف حمو عقل حركتي والد محاو حمو الزياني،
فأصبحت قبيلته أيت حركات بفضل مواردها المتنوعة والمشكلة من الضرائب والأنشطة الرعوية القبيلة الأكثر نفوذاً من بين كل القبائل الزيانية. استقر الأمغار حموعق بصفة نهائية بالمدينة، وسكن هذه القصبة التي جدد بناءها ووضع يده على تجارتها. هذه القلعة التي لعبت دوراً استراتيجياً كبيراً لتموقعها بين مكناس عاصمة المغرب آنذاك ومراكش التي كانت سوقاً مزدهرة وقطباً اقتصادياً مشعاً، كانت تمثل رمز قوة عشيرتها وتفرض سلطتها على جزء كبير من قبائل زيان. لما جاء محمود الزياني بعد وفاة الأخ ديالو سعيد، وكان هناك قتال ما بين إشقرن وزيان، وتدخل أورام الدرقاوي سيدي أحمد الدرقاوي، وجاء على واد صرو هو الحد من صرو لهيه ديال إشقرن ومصرو لهذا الجهة ديال زيان، وكان توفى الأخ ديالو سعيد وخلال المكان ديالو محاو حمو الزياني، وكان شاب 26 عام، المؤرخ يقول كان عنده واحد الصف ديال تيتباغب يعني حرب هذا، ورأى بعض إمغار آنذاك أنه مازال صغير عليهم ما بغاوش، ولكن بحكمته وربط الجأش ديالو حارب القبائل الصغيرة وبدا كيضم القبائل ديال المنطقة وحدة بوحدة. كان فارسا قويا مقداما بلياقة بدنية عالية ولحية قصيرة. سنة 1880 عينه السلطان مولاي الحسن الأول قائدا على القبائل الزيانية، فقام بالمهمة بكل تفان وإخلاص سواء للأمة أو العرش العلوي. دي لسيلة فوتو دو لكاسبة دي المحاحم الزياني في أبارتير دو لريف دروات دو الواد مربيع. هذه باقي كاينة لكاسبة؟ باقي لكاسبة إلي ديترويت برسك ديترويت برسك. وهذه تكون لي كونستروت شمن عام تقريبا؟ وكونستروت هذه 1800 وكلك، لأنه محاحم الزياني ملي خدا سولا لو كوموندمون من عند با اللي مات حمو عقا، محمد الزياني بار لا سويت الى تنومي قايد بار مولاي الحسن برومي، اي مولاي الحسن برومي لوي فورني دي زارم دي كانو اي كلك ميليتير، الا نومي قايد سور لا ريجون دي زايو كي يل دوار ريبريزونتي لو مخزن دون لو تون et faciliter l'acheminement entre Fès et Marrakech, de la Mahalla et tout ça. Alors, il a été nommé Qaïd, les Français vont occuper le Maroc, il n'a pas voulu que Khénifra soit occupé par les Français. C'est pour ça qu'il a combattu les Français à Fès, à Mdiouna, à Wadzm, à Tadla, partout où il y a les militaires français et les a combattus. بدأ محوحم الزياني كفاحه المسلح ضد المستعمر الفرنسي لما أخذ هذا الأخير يجوب ويحتل سهول المملكة. في 12 من شهر ماي من سنة 1914 أعلن الجنرال ليوطي أن بلاد زيان تشكل خطراً كبيراً على تواجد الفرنسيين بالمنطقة، وأن من واجبه إزاحة الزيانيين من الضفة اليمنى لنهر أم الربيع والقضاء عليهم. هذا الإعلان كان أسوأ قرار اتخذه الجنرال، لأنه كلف الفرنسيين الكثير واهتزت له الإدارة الاستعمارية التي صارت فرائسها ترتعش كلما ذكر اسم نهري. على بعد حوالي 20 كيلومتراً عن مدينة خنيفرة تتواجد لهري. قرية تحتل حوضاً ترويه مجموعة من الأنهار.
مكان به ساكنة عاشت تاريخا لامعا تملأه الأمجاد والبطولات، قرية تحيا بها سنويا ذكرى معركة عظيمة. هنا بهذه القرية التقينا بلا موعد أحد حفدة محا وحمو الزياني رفقة المندوب الإقليمي لقدماء المقاومين. قبل معركة الهري لابد باش غادي نشيروا المشاركة نتاع الشهيد البطل محا وحمو الزياني مع قبائل زيان والقبائل المجاورة في مجموعة نتاع المعارك في مختلف ربوع المملكة. شارك في المعركة في الشاوية في 1908، وشارك في معركة زحيليقة، وشارك في معركة القصيبة، وشارك في معركة في أقوراي، وفي معركة جيت أزرو. يعني بالقوة ديالو اللي هي قوة متمرسة ومحترفة، عنده واحد الروح الوطنية انه ما كيشوفش يعني شهيد محا وحمو الزياني يعني عنده ديك النظره القبليه للمنطقه الارض، لا. الدليل هو المشاركه ديالو في الشاويه، يعني باش غادي تمشي للجيوش والمحله ديالو كان الزمور. الزمور علاش مسمي الزمور؟ محا وحمو كان تما ساكن في واحد الموضع فيها في هذاك البلوط وكيتسمى الزمور، ولا ماشي البلوط، ذاك الزيتون اللي في هذاك سميتو الحمر كياكلوه المعز. تماك ساكن محا وحمو الزياني في الزمور براسو، تماك يعني كيضرب النصارى قبل ما يدخل الجديده. ورباط كيتسمى رباط الخيل، ورباط الخيل اشنو هو رباط الخيل؟ محا وحمو الزياني كيمشي من الجديده وكيجيب الخيل، كيتعرض للنصارى قبل ما يدخلوا للرباط، رباط الخيل، وكيسكنوا كيخيلوا الخيل في وسط ذاك الاغانيم. اييه كيربطوا الخيل تما وكيضربوا النصارى قبل ما يخرجوا من الهبوط. في 12 من شهر يونيو سنة 1914 انطلق 3 فيالق فرنسية من مناطق مختلفة. الأول برئاسة الكولونيل كامي دوبليسيس من قصبة ثادلة جنوب غرب خنيفرة، والثاني من الغرب بقيادة الكولونيل كروس، بينما انطلق الثالث بقيادة الكولونيل كلوديل من إفران شمال خنيفرة، فهاجموا المدينة واستولوا عليها بعد معركة طاحنة شرسة. لكن محا وحمو الزياني بفضل حنكته السياسية ودهائه العسكري أقام معسكره هنا بقرية نهري خنيفرة. تمك هي المقر ديالو، وكان بغى يدوخ الفرنساوي يخرج من خنيفرة باش تدخل الجيوش الفرنسي تدخل من خنيفرة. وسكن ليه في الهري بالخيام، والناس ولادو 11 خيمة، ما كاينش القبائل هنا غير هو ولادو، ما كاينش القبائل. حتى النهار كان البارود عاد دخلوا القبائل، من النهار اللي سكن محا وحمو اللي سكن ليه وخرج من خنيفرة باش هو يطوق الفرنساويين في وسط خنيفرة. من الواد من هنا الواد من هنا، وحقق تي تكزا داك الشيء اللي وقع هو اللي وقع. حصرهم. ايه تهلكوا، مات ما بقى حتى واحد فيهم. جنرال مات 33 ضابط وجنرال في نهار واحد، ما بين 6 الصباح حتى 6 العشية. في نهار واحد. في نهار واحد. وسعوا شي 5 ديال المدافع، وسعوا البندقيات بلا قياس، القطاس بلا قياس، والخيل ديال العسكر، داكشي اللي صعب ما عنده حد. اون ديبي دي سيرفيس دو رونسينيمون ديال لا فيردور، ils ont conseillé au colonel La Verdure de ne pas attaquer محا وحمو الزياني الهري. Mais le colonel La Verdure a décidé de l'attaquer. محا وحمو الزياني عند il a fait infiltrer des agents ديالو هنا في خنيفرة auprès des militaires اللي ما عرفوا ما عارفينهمش. Mais ils ont déclaré à محا وحمو الزياني que le colonel La Verdure va attaquer l'Hri le 13 novembre 1914. Voilà, محا وحمو الزياني était au courant. Le 13 novembre à 2h30 du matin, le colonel La Verdure a décidé d'attaquer محا وحمو pour le capturer
هذا هو الهدف ديالو. بغا يشد حي. فوالا. اون فوا اريفي على ري، زيتي ماساكري. لي فرونسي اونت ايتي ماساكري بار لي مجاهدين ديال محمود الزياني. دون لو كولونيل لا فيردور اي كيلك زوفيسي ديالو، زون ايتي ماساكري. توت لا تروب ايتي ماساكري. Ils ont été poursuivis par les mujahidins de Mohamed Zani jusqu'à la ville de Khnifra. Ou يعني الى شفتوا المعركه شدات من مركز الهري حتى المنطقه نتاع تعوينين، اصبحت هذه المنطقه منطقه ادخسال وشبوكه مقبره للجيوش الاستعماريه. يعني رغم ان القوات الاستعماريه عندها اسلحه جد متطوره، عندها طائرات، عندها جيوش محترفة ومنظمة، ولكن بالإرادة والعزيمة القوية نتاع القبائل المنطقة بزعامة الشهيد محمود الزياني استطاعت هذه القوات باش تلحق كما قلت هزيمة نكرة، يعني وسقطت يعني 33 ضابطا من بينهم قائد الحملة الاستعمارية الكولونيل لافيردور ومختلف تاع الضباط 33 ضابطا و650 قتيلا و176 جريحا. هنا وشكلت هذه الهزيمه النكره ازمه سياسيه داخل الطبقه السياسيه الفرنسيه. لو مالور بور لا فرانس هو هاد لا باتي د الهري جات في الوقت فين كانت لا بروميير غير مونديال. او طون دو لا بروميير غير مونديال le maréchal Lyoté a voulu enrôler des Marocains pour aller combattre aux côtés des Français pour la Première Guerre mondiale. Mais la bataille de l'Hri, il l'a stoppé. انتصر محوحم على العقيد لافيردور وقواته انتصارا كاسحا وألحق بضباطه وجنوده هزيمة نكراء. بعد هذا النصر العظيم استولى الزعيم محوحم على 8 مدافع وعشر رشاشات وبنادق كثيرة، وتراجع إلى توجكالت ليجمع قواته استعداداً للقيام بهجمات أخرى. من بين أشرس المعارك اللي عرفتها المنطقة هي معركة تازيزاوت، والكتاب ديال أحمد منصوري كباء العنبر من عظماء زيان وأطلس البربر تعطينا واحد معلومات مفصلة حول هاد المعارك قاع، وعلى رأسها معركة تازيزاوت بالإضافة إلى معركة الهري، هما أشرس المعارك اللي كانت دارت هنايا. لم تكن هناك معركة واحدة على غرار مجموعة ديال المناطق، تتكون واحد معركة كبيرة. قدروا نقولوا مثلا معركة أنوال في الريف، قدروا نقولوا معركة عتبة عمران في الجنوب المغرب، ولكن فيما يخص المنطقة هنايا جنرال غيوم كيقول بما معناها بانه ليست هناك قبيله جاءت الينا بدون معركه، بل انه حتى بعض القبائل كانت عارفه نفسها اصلا لانها عدد المحاربين قلال وضعاف وعارفين اصلا بانهم سيهزمون، ولكن يسميه جنرال غيوم ايزون في ان بارو دونور. علاش؟ حتى لا يكون في العشيه وفي الليل يغنيوا عليهم في احيدوس بانهم استسلموا دون معارك. وكانت معركة ثانية تزرت مخبو ما تنسى غير بالحجر، ديك الساعة ما عندهم السلاح، لأن كان غير واحد طريق في وسط الجبل وكيزلقوا البهايم وتعرضوا لهم الناس فوق من الجبال، كيجيو العسكر كيطيحوا غير الحجرات الكبار، شحال ماتوا تماك بلا قياس، والمعركة في زيلامين شحال مات في زيلامين بلا قياس، شحال مات في البرج بلا قياس، تقايشيعان شحال مات فيها. هذا هي المعركة صعيبة بزاف، كانت معركة فيها شي 5 ولا 6 شهور وما كيتدفزوا، ماشي نهار واحد. في 27 من شهر مارس سنة 1921 قرب توجكالت وخلال معركة أزلاغن زمورت ضد الجنرال بويمرو، لقي البطل محوحم الزياني حتفه بعد صراع طويل مع المحتل الفرنسي. بعد مماته دفن الشهيد بتملوكت قرب توجكالت، حيث شيد مسجد وضريح يأوي جثمانه.
رغم ما بذلناه من مجهودات للحصول على صورة لهذا البطل الأسطوري، لم نتمكن من العثور إلا على هذه التي يفترض أنها توضح قسماته. رفض محمود الزياني باش يشوف كاع الاستعمار، كما قلت لك ما عندناش حتى شي صورة ديالو، أنه رفض رغم الإغراءات نتاع السلطات الاستعمارية، رفض هو باش غادي يشوف الاستعمار. محمود الزياني بقى دائما هو بيان سور، ما عندناش الصورة ديالو، إنا جامي تي بري اون فوتو داكوغ، لا نعرفو هذا، لأنه ما عمر ما المقولة ديالو لن أرى العدو إلا عبر جو نو فيغي لي فرونسي كاترافير لو كانون دو مون فيزي، يعني عبر الجعبة ديال المدفع ديالي داكوغ. وعاش مع القبائل مع المقاتلين اللي كانوا كأزروه إلى أن توفي، وموته كذلك لما هناك علامة استفهام حول الظروف ديال المقتل ديالو باسكو لا تي توي داكوغ. مازال ما عرفناش الحقائق، هناك عدة تأويلات، ولكن الصحيح من الخطأ مازال ما عرفناش هذا. النهار مات الله يرحمه ولادو، دفنوه مع 13 واحد، 13 ومات الله يرحمه بالسلهام ديالو بيض والبلغا ديالو والكسوة ديالو والرزة ديالو، دفن بكل شيء، دفن بكل شيء وبالدم ديالو بكل شيء مدفون في سميتو، ولكن ولادو دفنوه مع شي 17 ولا 13 واحد ماتوا. كيجيو النصارى يقلبوا عليه غير يصوروا يشوفوا وجههم، ما عارفينوش، ما عارفينوش لي ميم الحياه كيف كيما، ودفنوه في وسط عباد الله كلها. علاش ما عرفوش شكون هو باش يسمع؟ ما عرفوش، ولكن في الاخر خويا الله يرحمه دفنوه في محلو، صوب ليه هو وبنته، وواحد السيد كيقول لي اقلوج. ايوه هو نسيبي بحزان العائله ديال 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 هاد الناس محمود الزغير. ايوه تا هو دفن في نهار واحد. الابناء ديال محمود الزياني حاربوا في الاول مع باهم، ثم ارتأوا ربما انهم مصلحتهم سيتي دو غاليي لي فورس اترونجير، لانه كانت القوات الاجنبيه جات بمعدات متطوره، جات بطائرات، جات بالمترايا، وهنا ديالنا راه ما فهموا المترايا كان كيسميوها في الكتب التاريخيه مهبوله، هذيك اللي كتخرج بزاف القرطاس في خطره واحده داكوغ. وهناك ابيات شعريه تؤرخ لهذا الكفاح المرير اللي كان ضد فرنسا، الى غايه انه واحد كان كيدار سوق سري، تتفقوا بين السوق غيكون في بلاصه فلان، خبر ديال داك السوق، هناك دائما لي موشار ولا الشكامي تيبركو، تتجي الطياره من مكناس حتى كت وي هناك بيت شعري ما يريخ السوق يتزلع الطير، يعني الطياره اسمه الطير. هاد المرحله خدات بزاف ديال الوقت. هذا سي تان ليفر كي تي كري سور محمود الزياني بار فرانسوا بيرجي. ان وفاه الشهيد محمود حمو هي بالتاكيد ملحمه لتاريخ المقاومه والكفاح ضد الاستعمار. كما أن معركة دهري تعد اعترافا بأكبر كارثة شهدها الجيش الفرنسي خلال حملته بكل الشمال الإفريقي، هزيمة لا يمكن نسيانها أو محوها من أذهان الفرنسيين الذين يشيدون بالزيانيين ويذكرون إقدامهم وبسالتهم. Maréchal Lyautey, il est né en 1854, il est venu à Khnifra pour signer la paix avec les Zayans et les fils de Mouhahmo. إحياء لذكرى بطولة المقاومة في معركة لهري هذه، أقيمت على بعد نحو 14 كيلومترا عن مدينة خنيفرة على حافة الطريق الرئيسية الرابطة بين فاس، مكناس ومراكش، مسلة تذكر بهذه الواقعة. إنها الشاهد الوحيد الذي نصب خلال هذه الحقبة إحياء لذكرى الجنود الفرنسيين الذين سقطوا حين مواجهتهم للمقاومين الزيانيين أثناء هذه المعركة المجيدة.
سلة تم تجديدها من قبل المفوضية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير لتمجيد مقاتليهم وحوحم الزياني. لا يتوقف تاريخ المقاومة عند هذا الحد، فمبنى فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بمدينة خنيفرة يضم الكثير من الأسلحة والوثائق التاريخية التي تحكي عن تضحيات مقاومي الأطلس المتوسط وشجاعتهم. مقاومون هبوا عن طواعية، يدافعون عن الأمة والكرامة والحرية. استشهد العديد من المجاهدين من قبائل زيان وقبائل إشقيرن وأيت ويرا وأيت جوجو، يعني مجموعة، وأيت إسحاق مجموعة، وأي مرابط والشرفاء، يعني كاينه واحد الملحمة كبرى شاركت فيها مجموعة نتاع القبائل، وأيت ميل ويعني وأيت حند، هادو يعني التفوا إلى جانب الشهيد محمد الزياني اللي استطاع كما قلت باش يلحق هزيمة نكرة، وكيبقى الشهيد محمد الزياني رمز من رموز الوطنية الصادقة، وكيتعتبر رمز نتاع الوطن وقدوة يعني نتاع المجاهدين في هذا الوطن الحبيب والعزيز.
جات مالي.